أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وهي استكمالا لدروس التاريخ اللي احنا بدأناها. تعالوا مع بعض نفتكر احنا آخر حاجة وصلنا لها ايه. كنا وصلنا إلى هزيمة العرب في حرب 1967، وأثناء هذه الهزيمة أو أثناء هذه الحرب أصدر مجلس الأمن قرار، لو انتوا فاكرينه، قرار رقم 242 لسنة 1967. تعالوا مع بعض بقى نشوف محتوى هذا القرار وماذا ترتب بعد ذلك على هذا القرار. طبعا احنا قلنا ان مجلس الامن اصدر هذا القرار وحط مجموعة من الشروط او البنود. ايه هي؟ تعالوا نشوفها مع بعض. واحد، انهاء حالة الحرب بين العرب واسرائيل. اثنين، احترام سيادة دول المنطقة على اراضيها. ثلاثة، انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها 67. اربعة، حرية الملاحة في الممرات الدولية. خمسة، انشاء مناطق منزوعة السلاح. دول القرارات اللي قالهم مجلس الامن في رقم 242. طب موقف العرب ومصر من هذا القرار وموقف اسرائيل من هذا القرار. طبعا مصر قبلت هذا القرار بتاع مجلس الامن، بينما رفضت اسرائيل تنفيذه ولن تنسحب من الاراضي التي احتلتها. هنا ممكن يجي سؤال يقول لك ايه، ماذا كان يحدث اذا قبلت اسرائيل قرار مجلس الامن رقم 242؟ لو هي كانت وافقت على هذا القرار، الإجابة سوف تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي اللي احتلتها 1967. ولكن إسرائيل لم تنسحب واستمرت في احتلال الأراضي العربية. فما هو موقف الحكومة المصرية في ذلك الوقت؟ بدأت الحكومة المصرية تتحرك بسرعة وتعيد بناء القوات المسلحة المصرية من أجل التصدي لإسرائيل ومحاولة طرد الاحتلال الإسرائيلي من سيناء. تعالوا بقى نشوف المراحل اللي مرت بيها أو المرحلة، يعني إعادة بناء الجيش المصري استمر إزاي وخد كم مرحلة. أول حاجة طبعا هنا الجيش المصري اتدمر بشكل كبير جدا في حرب 67، فعشان كده عايزين نعرف بقى إزاي تم إعادة بناء الجيش المصري. المرحلة الأولى اسمها مرحلة الصمود والتصدي، احفظ معلش معايا الأسماء دي. المرحلة الأولى من مراحل إعداد أو إعادة بناء الجيش المصري بعد 67 مرحلة الصمود والتصدي. ازاي؟ ان هو الجيش يصمد ويتصدى للاعتداءات الاسرائيليه. ليه بقى؟ لان الجيش الاسرائيلي بدا يعتدي على الضفه الغربيه للقناه، لكن الجيش المصري صمد وحقق انتصار على اسرائيل في كثير من المعارك، اهمها معركه اسمها معركه راس العش، نجحت فيها القوات المصريه ان تتصدى للجيش الاسرائيلي وخسرته خسائر فادحه واجبرته ان هو ينسحب لما حاولوا يخشوا مدينه بورفؤاد، تصدت ليهم ومنعتهم ان هم يدخلوا وخليتهم يرجعوا مرة تانية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية في مرحلة الصمود والتصدي هو تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات بصواريخ البحرية المصرية في شهر أكتوبر 1967. يبقى في مرحلة الصمود والتصدي تصدت القوات المصرية مرتين للقوات الإسرائيلية في معركة رأس العش وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تعرف باسم حرب الاستنزاف. في حرب الاستنزاف نجحت مصر في بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس. ليه مصر عملت حائط الصواريخ؟ لمنع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية. وفي نفس الوقت بدأت القوات المصرية تقوم بقصف خط بارليف. لأن اليهود لما دخلوا سيناء في الضفة الشرقية عملوا يعني جبل او مانع ترابي ضخم جدا اسمه خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس لمنع عبور القوات المصرية، وعشان يعزلوا شبه جزيرة سيناء عن مصر علشان يعني ياخدوا راحتهم فيها قوي. ولكن القوات المصرية والجيش المصري لم يستسلم ولم يعني ما عادش ساكت بقى وما جات لهمش روح من روح اليأس، لا، استمروا في المقاومة. طبعا بسبب حرب الاستنزاف وهي كثرة الهجوم المصري على الجانب الإسرائيلي، تدخلت بقى الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت مبادرة اسمها مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار. دايما كده لما يلاقوا إسرائيل هتتهزم أو يلاقوا إن إسرائيل بتاخد فوق دماغها يجروا بقى عشان ينقذوا إسرائيل. فهنا بقى الولايات المتحدة اتحركت علشان تعمل اتفاقية وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية. طب هتحل النزاع بالطرق السلمية ازاي؟ هترجعوا لنا أرضنا؟ طبعا لا، لكن هم يقول لك وقف اطلاق النار بقى علشان ايه؟ اسرائيل تلحق تلم نفسها بقى. ولكن في اثناء هذه الاحداث توفى الزعيم جمال عبد الناصر
في 28 سبتمبر 1970، وجاء من بعده الزعيم الراحل محمد أنور السادات. طبعا هنا على يد محمد أنور السادات هيبدأ يكمل ما بدأه عبد الناصر، علشان يوصلنا إن شاء الله لحرب أكتوبر، الحرب العظيمة التي خلصت مصر وسيناء من الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هناك ملحوظة صغيرة في هذا الجزئية، أني أثناء حرب الاستنزاف استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض. ركز معايا في الاسم ده، مين اللي تم اللي استشهد في حرب الاستنزاف؟ الفريق أول عبد المنعم رياض. الرجل ده كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وهو بطل عسكري مصري كبير جدا، ويعتبر أشهر القادة العسكريين في ذلك الوقت، واشترك في حروب كثيرة. اشترك في الحرب العالمية الثانية ضد قوات ألمانيا وإيطاليا، واشترك في حرب فلسطين وفي العدوان الثلاثي، وكان عمود من الأعمدة بتاعة القوات المسلحة اللي كان بيعتمد عليه جمال عبد الناصر في إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة المصرية في مرحلة حرب الاستنزاف. بكده أصدقائي وأعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، نكون خلصنا الدرس الثاني من دروس التاريخ اللي هو بينتهي بحرب الاستنزاف. هنتقابل مع بعض في حلقة جديدة، وهي حلقة الدرس الثالث اللي هو حرب أكتوبر 1973، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.